يا الله يا رب. مرحبا بياسين. اهلين ابو محمد، اهلين وسهلين على راسي. شو بجد شمستك عالية اليوم؟ لا كنت بدك وحدة تسهل امرك. لا 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 يا طيب، شو عم بمزح معك على كل وينك؟ ما قولي منك، ما قولي. حسبي الله ونعم الوكيل. شلونك ابو فخري؟ يا بيت اهلي بصراحة، يسعد لي الصباح. شو شايف لك ابو رضا من امبارح ما فتح دكانته؟ اي سيدي مالك شايف، الشباب مدللة زيادة عن اللزوم. هاي اول واحد فتح، لنشوف الثاني انت كيف ده. عن جد ابو رضا من امبارح ما بين؟ اي سيدي غريب، لك الزلمة وحداني وماله حدا، ليكون صاير معه شيء. لك شو صاير عليه يعني؟ لا وراه ولا قدامه، بقى مفتح ولا ما فتح، مين فرقانه معه خيي؟ لا لا ما بصير هالحكي هاد، لازم نروح نطمن عليه. قلت شو ابو صلاح؟ ايه منروح. والله يا مختار، هالايتام قابرن الجوع، ما عندي شيء اقدم لهم اياه. وكلي الله اختي، وكلي الله. الله يرحمه لجوزك ابو عارف، له افضال على الحاره كلها. امسكي اختي، امسكي يا دول، وكل خميس تمرقي بتاخدي مثلهم. الله يكتر خيرك ويجبر بخاطرك الهي. اهلين عمي ابو لطفي، تفضل تفضل. الله يزيد. استني الله يرضى عليكي، استني شوي. اهلين بخي ابو لطفي. اهلين وسهلين مختار. شرف سيدي شرف. يا الله يا رب. ها ايه اخي ابو لطفي؟ ايوه. هالحرمه عم تربي يتامى. ايه الله يجزيها الخير. الله يرضى عليك، تتمر لعندك على الدكانه تاخذ لها شويه قماش تلبسهم للصغار. الله يزيدكم نعيمه ويكتر خيرك يا رب. وشو بيطلع حقهم؟ رقبتي سداده يا ابو لطفي. لا يا مختار لا، هدول علي، ولا بدك تحرمني من فعل الخير؟ اختي انت بتعرفي محلنا بسوق الحمديه؟ ايه بعرفه يا اخي. ها يرضى عليكي، معناتها بكره بتمري لعند اخي ابو لطفي بتاخذي القمايش للاولاد. خاطركم. الله معك، مع السلامة. مين الحرمة؟ من عنا من الحارة منهم. فهمت من عنا من الحارة، بس يعني أرملت مين؟ شو بدك فيها يا أبو لطفي؟ الله يستر على كل الحرمات. آمين يا رب. يا نصري. إيه عبيد؟ تعمي تعم. يرضى عليك، هو لعند ابو فخري اللحام، قل له بسلم عليك ابو ادهم، ينقي لك نصرة اللحمة تكون ظريفة، وصلهم على البيت وشاح. يلا. تأمر عقيد، تأمر. روح انا عقيد؟ لا، اعطيه السطل وخليه يشرب الحمار، روح. فيك شرب الحمار. لا 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 لا. طلع ابو عبدو ارجل نويلاتي بالشام وضواحيها. ري عليه والله، شغله بترفع الراس. لك انا عمي صار شيخ كارن نويلاتيه كلياتها. واخذ المشيخه من السرايا؟ اليوم رايح يستلمها. الله حياك يا ابو عبدو. لك انا مختار، ابن حمانه ماله قليل ابنه. ابو لطفي لازم نجمع كباريه الحاره ونروح نبارك له بالمشيخه. اي والله، ولازم نبعث له خبر على الحاره عشان يحضر الكنافة والقطايف واللازي منه. هلا ما بدك كنافة وقطايف، فنجان قوي بيمشي الحال. لا والله ما بقبل، روح بارك له بشغلة مهمة مثل هي على فافوش. بعدين مختار إذا أنت ما بدك تتحلى، لك عم يتركنا نحن بدنا نتحلى. شو بلا ابو لطفي، شو عداك ابن نجيب. يا مشاهيرة، يا شهيرة. ايه يا ماما، غير يلا أمي خلصي مشان نلحق نخلص على بكير. شو فيه هالكيس يا مو؟ فيه قشاش يا مو. ايوه. واللعي ان شاء الله، يلا مشان تنظفيهم معنا. لا يا مو لا، لا بنظفهم ولا بقرب عليهم. بعدين ما سمعتي شاهر؟ بده شهيره هي تنظف له اياهم وتطبخ له اياهم. خير يا مو، شوفي اخوكي بعت القشاش يا مو. يلا شهيرة خانم، قربي حبيبتي مدي ايديكي ورجينا شطارتك، ولا بس عند ابو حده بتطبخي له قشاش وعنا بتتمقرفي يا بعدي؟ لك يا ميت اهلا وسهلا،
بالله قديش طلع حسابنا يا اخوي؟ لا يا شيخ خلي علينا ولو. الله يديمك يا مكثور الخير، ما يصير يا اخوي، لازم تاخذ تحسين وحبه من هالشوارب بعد. الله يديمك الله يديمك. اسلم. شو حساب الاخ؟ اللهم صل على النبي، اذا انه هو وحصانه ثلاث ايام بيطلع نص مجيدي وبرغوث. هذا نص مجيدي. خلاص اخي بلد برغوث، معوضين ان شاء الله. كثر الله خيرك يا النجمي. الله معك الله معك. سلم على الربع. الله يسلمك. عجيب شلون بتقول له خلي علينا بركة نسدها؟ وإذا سدها؟ لك يا بني آدم الإنسان لازم يكون سموح وقلبه طيب، بعدين جبل لجبل ما بيلتقي، بس إنسان لإنسان بيلتقي. شلون يعني يا ابن عمي؟ والله ما فهمت عليك. أخي فروض حالك إلا أنت بهالبرية مقطوع وشافك هذا الزلمة بالذات، إذا أنت قبل منها مأكرمه ما رح يتركك رح يساعدك، بس إذا كانت معاملتك له ولا بد بيتركك وما بيطلنك. ايوه بعدين لك ابن عمي بكلمتين حلوين وبلا برغوت برغوتين بتكسبه هو وعشيرته. شلون يعني؟ يعني بصير زبون مداوم عندك وبعدين ببعث لك كل قرايبين وعلى الخان، بقى مين الكسبان نحنا ولا هو؟ مظبوط عقيد مظبوط. لك نصري ببين وينه؟ ما بعرف وين غاطي. الله يرضى عليك طوف رجلك دور لي عليه. امرك عقيد. يلا وصار حشني يلعبت ايدي دي يلعبت بدي اروح انا ماسك فيه ماسك فيه ماسك فيه ويلي مشان الله يا نصري مشان الله بوس ايدك يا نصري اتركني بسبيلي. والله خطية يا نصري كنت اتركه بسبيله. لا يا باطل شو اتركه بسبيله شو نصري هيك بيعمل؟ لا ما حبيت ابنك منو لك تصور شو صار يلي بيقول لي لك خود هي في الذهب هي في الذهب بس اتركني ما تركته هذا اللي صار بابذل عليكم. ايه كنت اتركه اذا فيها في الذهب. لك لا شو اتركه قبل هالمرة تركته وكذب علي. اي يا باباي وبعدين؟ شو بعدين؟ بعدين ضليت انا وياه متعالقين هيك وهو شو؟ هو عم ترجاني عم يقول لي مشان الله مشان الله يا مصري تركني بس انا ماني عم تركه وشو مفكر حاله هو؟ فضلينا انا وياه عم نتقاتل للفجر للفجر على هالحالة. يا لطيف يا ساتر يا رب. بس والله يا شباب ابو صياح عندها وقتو. لكان يا شباب شو مفكرين؟ هاي الشغلة بدها حدا مثل أبو صياح. والله والله كان أكلني بلا ملح بس أنا قدها. لك الله محيي البطل اللي حملك أبو صياح أفارم عليك. شو ست راسيل هلأ ما أجا؟ لا والله لسه هلأ ما أجا. يا حما غريبة لسه ست راسي ما هي غريبة كثير. أي نعم غريبة مو مشان الصرماية؟ نعم ست راسي مشان الصرماية. إيه خلص أنت لا تعذب حالك بس يجي أبو خيره ببعث لك الصرماية مع خيره لعندك على البيت. لا ست راسي لا شو الحكي اسمعوا لا سمع لا لا انا شو عندي شغل بيجي بيجي مره ثانيه ست راسي بيجي. اه مثل ما بدك. وين بده يروح؟ هجمولكم اربعه الله اكبر اربعه كل واحد قد الحيط وكل واحد معه شبريه سحبوا هالشبريات سحبت شبريتي. ناولت اول واحد هديك المناوله وهالدم يطلع منه، الثاني نزلت له من تحت خرطه هذيك الخرطة. يا سلام. الثاني شو عملت له؟ لفيت وناولته. الله أكبر. الرابع شكيت وناولته. يا عيني عليك. وصار هالدم يا شباب ينفر من صدره النفر. مين مسكني شباب؟ وين اللحمة ولا؟ أهلين برجال. أبو صياح أبو صياح وقعت شبريتك على الأرض. لك العقيدة قاعد عم يستناك وانت قاعد مع الشباب عم تخرط عليهم شراوي خراوي. أبو شرار يستر على حريماتك. لك أنا ما عندي حريمات ولا لين ستر عليهم. أي أي ترك يا أبو شرار طول بالك أبو شرار أبو شرار الله عليكم الله يخليك شرار عادوا لك بعيد عنك ولا بعد عنه عيد أنت ما دخلك. أنا ما دخلني. لا كلام الشهر ولك عجيني حالك يا شو أصل يا شباب يا شباب يا شباب لا تقعدوا لعندي عين لا تقعدوا لعندي عين السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيكم العافية. شلونك يا عبد الله؟ شلونك يوسف؟ الله يعطيكم العافية. يلا يلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. شو رايك عمي ابو طفيل؟ وعليكم السلام. اهلين يا ابي. اهلين. الحمد لله عمي، الحمد لله. شو رايك يا ابي؟ الله يرضى عليك يا وضاح. وضاح؟ يعني انت ما تهز لك اكتافك شوي وتفرحنا بوضاح؟ قريبه يلا عضت كوسايه ان شاء الله. بس هالكوسايه ما تصير يعطيني، ما هيك عمي وضاح؟ ان شاء الله خير عمي. يا ابي انا واصل مشوار على الغوطه، في شويه حور بدي اروح اشوفه. ايه شو علي يا ابي؟ الله يسلمك. عمي وضاح، عمي وضاح. شبخ خالي زدي. خناقة، خناقة كبيرة بالحارة. مين ومين؟ تحسين ونصري وأبشومان. يا رب. يا بي دير بالك على الحاصل وأجل لي مشوار الغوطة. امشي يا ابن فيك. تأمر يا بي. طولوا بعضهم يا شباب. أخر هيك؟ أنا ما بهرب مثل الفيران. لازم كلك تشات. فرط مجرم. قلت لكم بعدوا عني هيك أحصلتوا رأى. ابو جدعان انني بعده عني احسن لهم. ها لك يا خي شو بك كده؟ شو صاير لك؟ خلص بعد عنه، بعد عنه خي. بعد هلا برو معكم على الكراكون. هات هالسيدي، هات اتقل لك، هات امشي خدام، امشي كل واحد على شغله يا خي. شو بك كل واحد على شغله؟ يلا على الكراكون. تحسين مالي فاضي لك هلا. اه يا ندل. اه ركوب وضاح، اتركوه هذا واحد واطي. هاد راحوا على الكراكون مختار، اجت الضابطية واخدتهم. خلونا نمشي. اخ يا محمد اخ. سلامتك يا برضا، سلامتك. اسلمك وكتر خيرك يا رب. شو من امتى بلش معك الوجع؟ من نص الليل. اجتني صغونة. ساعة احس بدني مثل النار. وساعة ارجف من البرد. وكل الله برضا، استفادت ربك رحمة. وان شاء الله اجر وعافية. أنا رح روح جيب لك أبو صفوان وخليه يجي ويحكمك. الله يجزيك الخير يا أبو محمد، والله يقدرني على مكافأتك يا رب. لا يا أبو رضا، شو عم تحكي أنت؟ نحن أخوة. أخ يا أبو محمد أخ، لو كان رضا عايش هلا ما كان تركني. وحد الله أبو رضا، وحد الله، الله يرحمه ويحسن إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طفل مثل الوردة، أنا لا صار شب. أتلوه حرقوا لي قلبي على إيه. أمو يا حسرتي عليك يا أبو رضا، ما تتطقي. الله وكيلك ما تتطقي من زعل عليك. هلأ ابنك رضا مات مقتول؟ ليش ما بتعرف يا أبو محمد؟ ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. أي بكفي بكفي عمي بكفي. الله لا 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 هون هون كثير توجع. طول بالك بقى. اه لا يوفق. طول بالك الله يرضى عليك. لا تبخ لا تبخ لا تبخ، توجعني على البخة. يلا عمي الله لا يوفق. يلا طلعونا لبرا، طلعونا لبرا، خلي ياخذ نفس. كسر ايديك يا ابو شراح. ولا خلص عم نقول لكم اطلعوا لبرا، خلي ياخذ نفس. الله يوفق. بعدوني بدي اشوف ايديك. بعدوني بدي اشوف. اطلعوا لبرا، كشفت عن وشها مجنون. شو بدك وياه؟ طلع يا مو تحرك. طولي بالك يا اختي، شغله بسيطه. طولي بالك. الله يكسر. ويا ليالا شوفه وينك يا ابو تصري، تجي من ابرك وتشوف ابنك شو صار. طيب عمالك يا ابو يا لوفي. طب عمالك عمالك ابو ليا بس مملت. تفضل شيخ تفضل. يا حضرة الباشاويش، لا في خناقه ولا شيء، كنا عم نمزح مزح. قل له الحقيقه للباشاويش، خليهم يربوه. إلا ما حلوه مشان عقيد ابو ادهم. ليش ابو ادهم بيرضى بهالشيء؟ صص علام. انت شو بيقول كلام غير مفهوم؟ برنجي صباي، هذا كلام غير مفهوم. حضره الباشاويش عم بيقول انه فيش مشكلات، كله تمام. دخيلكم يا الحاره، دخيلكم يا ساكن الكراكون، دخيلكم. دخيلك يا باشاويش، شوف شو عملوا لي يا اليتيم، شوف شوف شوف. اخرك غلط، اخرك. خلي حرمه يقرب. قلبوا لي يا حرمه، قلبوا لي قلبوا لي. حاضر يلا تعا يا امي. وينك يا امي؟ مو شايف. تعا تعا امي تعا. اوف 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 اوف، امان يا ربي امان. انت بيقول ما في خناقات؟ ها هذا فرض، في موت، هاد في موت. لا بعيد الشر، يوم ما عندي غيره سلامة قلبه. مينو ضربك فرض كل هذا ضربات؟ ها مينو؟ هذا فرض الشك. نصرة اللحمة. اي بس
اسم الله عليك يا ولدي، اسم الله عليك يا من خربت. وين وين نحن؟ ابو شرار، الله الله لا يوفقك ابو شرار، الله لا يوفقك يا ابو شرار. ابو شرار انت شو بيقول فرط؟ ما عم يقول شيء سيدي، ما عم يقول شيء. ضبع هيك بطحته. امان يا ربي امان. شو يامو؟ لقيتي لأبوكي؟ لا يامو، دكانة مسكرة. يا الله وين راح؟ والله بعمره ما تأخر عن وقت الغدا. يامو قال صاير خناقة بالحارة. خناقة؟ بين مين ومين يامو؟ ما بعرف يامو، بس سمعت الولاد عم يقولوا إنه تحسين عمل خناقة وهرب. ولي على قامتي إذا هالحكي صحي، هذا أكيد على الآن هو أبوكم. يامو يكون ضربوا لأبي؟ ما بعرف لك أمي، الله لا يقدر. يامو زهرية، ناوليني ملايتي لحتى أشوف أبوكم شو صاير فيه. مين؟ هذا أنا، افتحي. أبي يا أبي، أبي يا أبو، أبي. أهلين ابن عمي. أهلين. فيك شي؟ لك شو بكم؟ شو في؟ ابن عمي صار لك شي؟ لك ما فيني شي، بس أنتو شو بكم؟ شو اللي صاير؟ هذا فرض، لازم حبس مختار أفندم. أمان يا ربي أمان. هذا خنجر ممنوعات، لازم مصادرات. وليش بقى كل الناس مع خناجر؟ أب شو ما خليك على نصطر، أنت بتؤمر مختار مثل ما بدك. إيه حضرة البشاويش، هذا الخنجر خليه عنكم، حلال عليكم. بس هذا القبضاي بدك تترك لي إياه لأني عاوزه. السلام عليكم. كيفك يا بشاويش؟ أعلم فزالاً، أكيد أعلم فزالاً. تحسين عمل فيك هيك؟ إيه نصرة اللحمة العقيد أبو أدهم على السريع. إيه بعت لي حمى الولد طقع له، ضيعي حصرتي. شوف شوف أبو أدهم ابن عمك شو عمل لي بهاليتيم. شوف خلص حضرة البشاويش، أنت اترك لي الموضوع وأنا بحله بمعرفتي. بس هذا غلط تحسين، لازم تأديب، لازم عقوبات، لازم حبس. زيدي بس تمسكوا مصارع رقبته. وهذا فرض مختار أفندم. بشاويش هذا ابننا وأنا متكفل فيه. تشيوكو زال أكيد، تشيوكو زال. بكرة بس تفضى مر لعندي على الحاصل، عاوزك شوي. معلوم أفندم معلوم، حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. أوه شباش شباش، بركات وسيد. كتري السكبة شوية يا بديعة مشان تكفيني أنا وبريضة. ليش أنت ما رح تغدى معنا ابن عمي؟ لا رح تغدى مع بريضة، خطي الزلمة وحداني وما عم يقبل ياكل لحاله، بلكي إذا باكل معه بيقبل ياكله لقمتين. يا أبي ليش ما بتغدى هو ومرته وولاده؟ يا أبي أبو رضا عايش لحاله، ما عنده حرمة وولاد. يا حرام يا حرام. تفضل ابن عمي. يعيش وديات، يلا بدكم شي؟ سلامتك يا أبي. بخاطركم. الله معك. ديبو مغور مختار. الله يرضى عليك، بتبلغ لي كل عضوات الحارة يجوا لعندي بعد صلاة العصر، وتفهم أبو شومان يجي لعندي هو والولاد اللي شافوا الخناقة. ايه أمرك. ديبو مغور مختار، بلغ كباريت الحارة انه بعد صلاة العشاء بدنا نروح نبارك لأبو عبدو بمشيخة الكار، والعضوات انا ببلغهم بالاجتماع. يلا حاضر. نجيب نعم. شو في؟ وحد الله شو انا شو كنت نايم. لا اله الا الله محمد رسول الله. وينك انت شي دراسي؟ وينك انت؟ والله من الصبح مستناكو. ليش وصلتك الى لات محروقه؟ شو صاير عليك؟ بدي البسها شي دراسي. شوفت عينك ها شو اصابيعي مبينين. امسك امسك خذ السماي. ولي شو ها
جديدة هاي؟ لك لكن هاي اسطنبولية شغل تقوى ملوكية يا ابن نجيب ملوكية. يا سلام والله كتر خيرك يا سيد هاشم والله كتر خيرك. يلا البسها وزدت لي هذا اللي بجرك يلا. شو هاد سيد هاشم؟ زدته لهذا اللي بجرك البسها. البسها؟ لا سيدي حوينت هاي تلبيها يا استاذ العياد هاي من عيد العيد سيد راسي هاي لك شو بده؟ يلا السلام عليكم. عليكم كتر خيرك سيد هاشم كتر خيرك الله خلينا سيد هاشم. شغلة بسيطة بإذن الله بإذن الله بسيطة. تفضل. هات سيدي هات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سلامتك سلامتك يا أبو رضا. الله يسلمك الله يوفقك والله عزتكم معيرة. لك شو عم تحكي لك يا عمي أنت منا وفينا حبيب قلبي. الله يا الله تكلنا على الله. كتفي كتفي شباب برضه شو ارفعوا يا الله يا رب والله ما لي نفسي اشرب شيء. لك ما بيصير يا برضا ما بيصير مشان ما يطول المرض تبنا. يلا اخي يلا يلا برضا يلا لازم تشرب الدواء منشان الطيب. يلا يلا اخي يلا 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 بسم الله بسم الله. هيك اتعوقت علي باللحمه قلت لحالي لدبر راسي ساويت لك شربت العدس وسلطه ورز. لك طول عمرك لبيبه ما بنخاف عليك. تقبل قلبي. يلا بدي اكل اللقمه وريح شي الصعب. ابن عمي انه هذا ابن عمك تحسين ما بده يصير زلمه يعني معقول بده عم يعمل مشاكل كل عمره وحياته. ما بظن الهيئه مثل ما قال ابن عمي شاهر دنا بالكلب اعوج بيضلوا اعوج. نجي وحدي خبز لوليني. يو شو بتحبه لابن عمك شاهر نياله. ليش لا شاهر بنحب زلمه قبضاي وزقرتي وشهم مو مثل هذا الواطي. جلد واصل لهون. شو الحكي على الميتة بتخدمنا شي 10 سنين هي. ياه شو حلو هالمشاياري. يلا صيبيها بالعين صيبيها بالعين العمى بعيونك العمى. شو مالك شايفة صرامي بحياتك؟ بلا يا ابي شايفة صرامي بس ولا برا شفتك جايب صرماية جديدة مثل هاي. الله يجيرنا من عينك يا ابي. شو قديش صار لك مشتري مشايتك العتيقة؟ ما صار لك ابي ما صار له زمان. هي اشتريتها من المختار سنة اللي اجا ملك المانيا على الشام. شو كان عملك وقتها شي شهرين ثلاثة بس. ليش المختار ببيع الشايات؟ لك ابي انت شو بدك بهي الشغلة؟ يا ابي هو حسبي الله ونعم الوكيل. ولك ابي خلاص العمى الله يخليك يا ابي جيب لي مشاية جديدة والله والشاية احترت. عم البس مشاية نجيبة اللي صغرت على رجلها وما عم اعرف امشي فيها قد ما انا كبيرة رجلي. مشي حالك لك ابي فيها. لا مشي حالك هون للعيد بوصيلك ابو محمد السكافي على شي مشاي مالله نيت مشي حالك فيها. بعدين ليش بدك تكبي مشاية نجيبة؟ مو حقها مصاري. لك ابي لك ابي مو حقها مصاري. بس يا ابي نحن ما دفعنا حقها. هي فهمية بنت ابو شاهر عطتها لنجيبة اول عم نور. خلصي ليه خلصي بركة تلعي قال بنت ابو شاهر. قال شو عولي على السمعة يخرب بيتكم ما بتشمعوا طلبات. حسرتي عليكم يا أمي. شو بده يصير فيكم بعد ما موت؟ الله لا يوفقك حارمهم من كل شيء. بحياتك ما فرحت قلبهم بغلط كله شحادة بشحادة. حتى لقمة الأكل ما لنا شبعانينا. جمع جمع بهالمصاري وبهالذهب مشان بكرة يحطوا لك إياهم بشيوب الكفن. أبو نجيب شبكي؟ خلي هالبنات يطالعوا لهم شوية قورمة يساوون على بندورتين. والله ما عم يقدروا يوقفوا على رجليهم من قلة الأكل. يا حسرتي عليهم. ولك يا حرمي يا حرمي خافي ربك. ولك خلي القورمات للشتوية. اك إيمان نعم ندوقهم لا بالصيفية ولا بالشتوية. وكل ما حدا دبح ذبيحة أو ضحى ضحية بيبعث لنا شوية لحمة وانت بتحطهم بهالجرة وبتسكر عليهم وبيخربوا وبيدودوا وآخر الشي بتكبون. شوي صغيرة ها شوي صغيرة لا يكتروا. والله خوينا تهتر أحسن شي
باقية لأبو محمد السكافي، هي على الميتة بيطلع حقها شي نص مجيدة. خليته قال على شي سماية مقلنة وبيعوا إياها. والله ما بسخى ألبسها، والله ما بسخى. يا مرويدة قومي يا مو، شوفي لي هديك استوى ولا لا؟ هلا شفته يا مو، لسه بده شوي. ايه قومي قوي تحته، هلا ابوكي واخواتك بيجوا جوعانين، بعدين ابوكي يا بعدي صار شيكا، يعني وقته ضيق، يا دوب يجي ياكل ويرجع على شغله. هلا يا مو؟ شو يعني شيخ الكا؟ يعني بصير بيقدم بالجامع؟ شبكم؟ ليش عم تضحكوا؟ شو حكينا يعني؟ لا يا مو، شيخ الكار يعني ابوكي صار مسؤول عن كل النويلاتيه يلي بالشام. كلهم كلهم يا مو؟ لك هلا انا وياكي صرنا بنات شيخ الكار. يو ايه انا كنت شيخ الكار وبنت اخوه كمان. ايه تقبريني، عقبال ابوكي اله يصير شيخ كار الحلاقين. امين يا رب. قومي يا مو روحي شوفي مين على الباب. يا ربي كل شيء عليا عليا. يو صار لك لسان تحكي يا ام السلسان. يا مو اجا شيخ الكار. تفضل يا بي. ايا ميت اهلين وسهلين ومرحبتين باحلى شيخ كار. لك تقبر قلبي على هالهيبه. يا مو زلغتي لك شي زلغوطه لانه ابي صار شيخ الكار؟ اي والله والله لو ما الناس تحكي علينا لزلغت. ايه لا تزلغتي انتي، انا بزلغت. ردوا وراي. اوه ابو عبدو صار شيخ الكار. اوه غصبا عن الصغار والكبار. اوه اللي ما عجبه. اوه ان شاء الله بيحترق بالنار. بس يا بنات فضحتونا. اذا انتي ما بدك تزلغتي نحن منزلغين. ايه والله انا ندرت لوجه الله تعالى ذبيحه اذا ابوكم صار شيخ كار. شو مطول الغداء؟ لا تقبرني جاهز وبخدمتك، رح اسكب. السلام عليكم. اهلين ابو نجيب. احلى ابو ياسين والله. يا ساتر يا رب. السلام عليكم، مرحبا فخريا. اهلين ابو نجيب. شو سيد راسي ولا صاحبك؟ كمان مسكر، كمان حاطط العصايه ولي علينا. مو هون، شو بدك منه؟ لك شو بدي منه؟ مشان الصرمايه سيد راسي. مشان الصرمايه المقلنه؟ ايه نعم سيد راسي، مشان الصرمايه المقلنه. وينه؟ ايه ما بعرف وينه، ما بعرف امتى بده يرجع. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب شو على هي بعدين يعني؟ مرحبا عمي ابو فخري. اهلين ديبو. بيسلم عليك المختار، بيقول لك انه بعد العشاء رح يروح هو واهل الحاره لعند ابو عبدو ليبارك له بمشيخة الكار، والتجمع بعد صلاه العشاء عند المختار المضافي بقى مشان تجي على المباركه. ايه شو عليه؟ وجب وجب، قل له وجب. مباركه مباركه؟ ايه عمي ابو نجيب مباركه. وفيها شيء يا عمي ديبو؟ يعني ولا على الناس ما فيها لحظه اصبع يعني؟ شو عمي ابو نجيب؟ معقول على الناس؟ في مدلوقة وفي كنافة واللي منه رح تاكل أصابعك أكل. أفخي لازم نروح سيد راسي، لازم نروح. شو الحكي؟ واجب شو الحكي؟ لازم نعمل واجب ولو يا ديبو. لك الله يصلحك لك ديبو، ليش قلت له من هلا؟ شو تفضلتوا سيد راسي؟ شوف كيف ريالته عم تشط من هلا. ايه تشط سيدي، شو دخلك انت؟ عم ناكل على حسابك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك الله يبشرك بالخير الهي، لك الله يعطيك ليشمت ديبو، الله لا يحرمنا منا. ان شاء الله معك باذن الله. لك اهلين وسهلين. يا الله شو بصفوان طمني. والله الزلمه تعبان وما بينترك لحاله. لك لا شو اتركه لحاله، انا لحضر عنده. لك روح الله يجزيك الخير، والله ما في منك ابو محمد. روح ربي يوفقك. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامه. يا الله الله معك ابو صفوان. كتر خيرك يا محمد، الله يعطيك الف عافيه. والله يقدرني على مكافاتها. قوم قوموا أخي، قوموا على شغلها. خلص أنا صرت أحسن، قوموا. خلصنا برضا، أنت ما عليك مني، أنا حابب ضل عند المنك هون. يلا تجلس خلينا نتغدى سوا. ابن محمد بعدت لك معي غدا، قوم قوم. الله مالي نفس لأكل ولا أشرب، الله وكيلك. الله يجبرك كتر خيرك، معلش عفيني عفيني، الله يوفقك. لا يا برضا، شو يعني شفتي بتسد النفس؟
الله يسامحك يا ابو محمد والله مو قصدي. لا والله لك بعرف بعرف عم امزح معك. يلا يلا عمره وبياني البندوره للمونه يا بصل. الله حياك يا سيدي. ميت اهلينك فخري. شو جار؟ اعتمدت نروح نشق على ابرضها لانه ابو صفوان عم يقول لي انه الزلمه تعبان كثير. اي والله واجب واجب بس شوفت عينك يعني الولد اللي عندي ما اجى اليوم ما في حدا يقعد غيري بالمحل بعدين الدنيا شوق ما بقدر اترك اللحمه لبكره بتخم. ايه لك امر روح انا وبياسي. ايه لك لعيونك وهي مجهز حالي انا. دير بالك ياسين الله يرضى عليك رايح شق على عمك ابو رضا وراجع بسرعه. وينك؟ تكي تكي خذوا له قطعة اللحمة معكم الله يخليك. بس عجل لك شوي لأني بدي لحقي اجتماع الأدوات من بعد ما أرجع من عند أبو رضا. إيه خلص لكي وحدي. يلا وبدي روب جديد ومشاية جديدة كمان يا أبي. أوف أوف وليش كل هالقد بقى؟ يوه مشان عرس بنت خالتي يا أبي. بدك يعني البس اواعي عتيقه والناس تجيب معدلي وتقول عليا بنت شيخ الكار لابسه اواعي عتيقه؟ ايه ما برضاها يا ابي. مو عيب عليا خانم تلبس اواعي عتيقه. خلاص انا رح اجيب لك كل طلباتك بس ما حدا يجيب معدلك يا عليا خانم. وانا يا ابي ولا نسيتني اصلا؟ الدلال كله لعليا خانم مو هيك؟ ايه مو تكرم عيني. ايه عمي انا هون كمان. بعدين ما تنسى محجوب الصغير. يا شبنا الكل عم يطلب ويتطلب وانا وين رحت ابو عبدو؟ مو تكرم عينك يا ام عبدو. بكره انزلوا على الحميديه شوفوا شو ناقصكم اشتروا. روح الهي يرزقك وديمك فوق راسنا قادر يا كريم. يلا يلا تعي يا مو تعي تقبرني تعي. يعطيك العافية يا أبي. أهلين حبيبي أهلين الله يرضى عليك. شلونك يا الله يرضى عليك إلهي يا رب. بيسلم عليك أبو لطفي جوز عمتي. إيه؟ وبيقول لك جهز القطايف والكنافة لأنه اليوم بعد صلاة العشاء جاي المختار وكبارية الحارة مشان يباركوا لك بمشيخة الكار. ها؟ على أبو لطفي يروح قلبه القطايف والكنافة. إيه مو تكرم عينه. لكن يا أبي الله يرضى عليك روح اخطف حالك وجيب لك شوية قطايف وكنافة وعجل لك شوية مشان أمك تلحق تساويهم يعني. إيه تقبلني ولا تنسى جيب لي قشطة وجوز. لا 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 بكفي بكفي مش هلا على المي والملح بتوجع شوي بس بكره مثل هلا ان شاء الله بيكون تمام. حطيت له من هذا الدواء. هذا الدواء ما بحطه اللي بين ما كان ولا بيلتقى وين ما كان. الله يعطيك العافيه يا ابو صفوان الله يخلي لنا اياك يا حق. ان شاء الله معافى. الهي عافي قلبك ويجبر بخاطرك. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبدو. الله يبارك فيك. والله ان شاء الله الف مبروك. ايه يا ابو شومان احكي لنا قصة خناقتك مع تحسين. والله يا مختار وانا رايح على المعصره شفت تحسين ماسك نصري ونازل فيه ضرب وما حدا عم يقدر يفكه من بين ايديه. ايه يا مو خدي هالغراض من ايدي. الله يرضى عليك تقبلنا. لحق اجتماع العضوات راح ابي على الاجتماع. ايه يا مراه. لك شبك صوتك بيضل ملعلع. لك انا كم مره قلت لك لما بكون نايم وطي صوتك. لك على راسي يا اب محجوب تأمر بس والله ما كنت بعرف انك نايم. شو في بالكاس يا مو؟ كنافه وقطايف واللازم منه. يلا يا مو انا رايح. الله معك يا مو تيسر. ليش هيك مكتبين؟ شو عنا عزيمة يعني؟ ايه والله تقبرني عنا عزيمة. اليوم كل عضوات الحارة جايين لعنا مشان يباركوا لأبوك بمشيخة الكار. شو هالحكي؟ ليش ما خبرتوني يا بكي؟ ايه والله نحن كمان ما عنا خبر بس جوز خالتك بعت لنا خبر انه كل عضوات الحارة جايين بعد العشاء. وفيا اطلعي جهزي لي اواعي. قوام لك اطلعي هلا عندي مشوار قومي. يلا يا مو يلا 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 بس على وين رايح؟ شو بدي اقدم لك تفصيل انا؟ يعني حالته صعبة؟ يعني بده يكون يا اما اخذ برد بهالليل يا اما اكله اكله بمواتيته بس الحقيقه ما بينترك لحاله ابدا. ها ليش ابو محمد مو عنده؟ اعوذ بالله ولا عم يتركه دقيقه واحده. الله وكيلك تارك بيته وعياله قاعد جنبه رجال صغرته بيعجبه. ايه والله ابو محمد ما في منه بس قلتك بيطيب لبكره. والله العلم عند الله. يعني هو عم ياخذ ادويته سيد راسي؟ يعني لسه كتير في وقت لقد المغرب؟ مو مطول ابو نجيب مو مطول. شو بالظاهر ابو نجيب صايم يعني اليوم؟ لا مو صايم. لكن شو قصته؟ بده يصلي بالجامع؟
ما حزرت والله يا ابو صفوان، لا هي ولا هي. شو القصه لك؟ قصته كبيره كثير. صاحبك عم يستنى القطايف والكنافه عند ابو عبدو. هاي ما خطرت ببالي منوب. بس ابو نجيب ما بتروح عن باله هيك سلتات. سيد راسي، يعني قديش في وقت بين صلاه المغرب وصلاه العشاء؟ شو حكينا سيد راسي؟ ليكون عم ننكت وما لنا مشتلينا، شو بك هون عم نصلي على الصلاه؟ شو بك هون؟ ابو نجيب حق صار. ما قلت لك شغله نافه يا زلمه. ايه يا جماعة شو رأيكم بهالقصة؟ شو شيخ نزير؟ والله يا جماعة الله سبحانه وتعالى ونعم بالله وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بارك عليه أمر بنصرة الضعيف والمظلوم وعلى كافة الأحوال الصلح سيد الأحكام. يسلم تمك شيخنا. يعني أبو شومان عمل اللي لازم ينعمل. الزلمة كان رح يموت بين إيديه. بعدين لا تنسوا هذا ابن عمه وابن حماه، يعني شو بكون يا يتركوا يعني؟ لك شو يتركوا؟ حتى لو كان غريب أبو شومان بخلصه بدافع عنه لكان. والله يا عمي حكيك مزبوط. يعني لا تواخذني أخي أبو أيهام، لا تزعل من كلامنا، ابن عمك هو الغلطان. نصري يا جماعة نحن مربينه وبهمنا أمره أكثر من تحسين، واللي بيأذيه بيأذينا. وانت يا ابو عبدو اذا مفكر اني زعلان من كلامك على هالواطي بتكون غلطان. يعني بلا منودية اذا ابو ادهم وشاهر بيعطوه حقه لتحسين ويجوزوه شي بنت حلال بجوز يركز. حق شو اخي ابو زهدي؟ حقه بالطاحونة والخام. شي اسمعوا اسمع يا جماعة، انا الطاحونة عم تحكي يا ابو زهدي؟ تحسين ماله عنا حق بنوب بنوب بنوب، حتى البيت اللي قاعد فيه هو وامه هلا ماله حق فيه، كلكم تعرفوه هذا بيتنا. ومشان جوازته حاولت معه أكثر من مرة وما رضي. قال شو البنت اللي بده يتجوزها لازم يعرفها، لازم يقعد هو وياها ويكروت هو وياها ويحبها وتحبه. أعوذ بالله على الحكي. عجبك شيخنا؟ هاي فنجات أمه، هي علمته. طيب مدام ما له حق عندكم، ليش بيضل قاعد بالقهوة وبيحكي وبيقول إنكم أكلي له حقه؟ إيه لا لا لا، إذا هيك وما قاعد عم بكروت بهالقصة لازم كل الناس تعرف حكايته وحكاية عمي حمدي الله يرحمه من أولها لآخرها. روح يا بي الله يرضى عليك يا عمك أبو صفوان، خليه يجي هلا مشان يستقبل معك بارية الحارة. تأمر يا بي. حاضر. ماشي. وينو عبدو؟ طلع من العصر عمي. لك شلون بيتركني وبيطلع بهيك وقت؟ ما بيطول، قال لي بيرجع قبل العشاء. ماشي. كل شي جاهز ابن عمي، القطايف عصافيري والقطايف بقرطه والقطايف بجوز والكنافه والقهوه المره. كويس، القطايف والكنافه بكفوا؟ يو على بركه الله ابن عمي، يعني رح يجيك اكثر من 20 رجال. يعني هيك شيء. ايه بركه وكل الله، اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. ماشي. اهلين بالجميع. يا اهلين. شو ابو رضا ومحمد مو مبينين وينهم؟ والله يا مختار ابو رضا مريض. أبو محمد صار له من قبل الظهر عنده وما تركه ولا لحظة، لأنه أبو صفوان لما راح لعنده وشافه قال ما بينترك لحاله. شو هالحكي؟ إيه والله يا أبو اختار الله يزيد خير. وأبو محمد تارك عياله ودكانته وعم ينام عنده؟ إيه والله يا أبو اختار. يشهد علي ربي يا جماعة لأبو محمد شهمه وسكرته وأبضاي. إيه نعم. بس يا أخي والله ما بيصير يترك دكانته ورزقه ويقعد عند أبو رضا. معك حق مختار. شو رأيك نبعث صبحي بات عنده؟ لا سيدي بنبعث ديبو أحسن. ديبو مول مختار يرضى عليك وتنط على بيت أبو رضا المبيض وتقول له لأبو محمد يجي لعندي مع الشيخ نزير عاوزه. أمرك مختار. واليوم الله يرضى عليك بتبات ببيت أبو رضا. أنا؟ إيه أنت، الرجال ضعفان وما بيسوى يترك لحاله. إذا شفته تعب بالليل دغري خبرنا. أمرك عقيد. وشو هاي الأروشة اللي برا؟ أهل حارة كبار وصغار كلهم أنا عزمتهم. الله لا يعطيك عافية، شلون بتبلغ إلا أهل الحارة؟ بلكي معامل حسابه أبو عبدو. شو عليه المختار؟ هاي قيمة وجاهة أبو عبدو. لا أبو زهدي بلكي الزلمة مخدر حاله ما بصير. لا تخاف مختار، أبو عبدو عامل حسابه على أكثر من هيك. والله أحلى أبو عبدو. شو سيد راسي؟ مطولين لنمشي يعني؟ الله يرضى على اسمك، اتصل على اي دكانه بتجيب لي شيء رطلين سكاكه ورطل راحه، بوشك على بيت ابو عبدو مثل الطيره. ها
هذا التمر عم يبرق فيه. كثير طيبين هالقطايف يا ابي. صحتين وهنا يا ابي. الشاي صار جاهز يا ابي. الله يعطيك العافية. ام عبدو، أنا سامع صوت عراضة بالحارة، شو القصة؟ والله ما بعرف يا رجال، بس ما ينطي الصوت قريب. ايه عمي، هي العراضة مشانك ومشان ضيوفك، عبدو حلف يمين يعمل لك عراضة ما صارت بالشام كلها. الله يكبر قلبي شو فرحان. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. عمو لحالي وين غاطت من العصر ما شفته. يا بي وصلوا الجماعة، وصلوا يلا فوتوا تخبوا جوا. يلا يا بنات، يلا 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 كذي.